بسم الله، إن شاء الله نبدأ مع بعض سلسلة ممتعة في شرح برنامج أول بلام. برنامج أول بلام من برامج البيم. برامج البيم يعني أي معلومة أنا عايزها لأي عنصر، مجرد إن أنا أعمل عليها سيلكت أخد المعلومة اللي أنا عايزها. معناها إن التعديل في البلان هو التعديل في السكشن، هو التعديل في أي حاجة خالص. ده أساس البيم. يعني لو أنا بعدل في حاجة والباقي ما بتعدلش، يبقى ده مش بيم. لذلك الأوتوكاد إن أنا بعدل في السكشن وأبعت إلهي هو البلان غير السكاشن غير كذا، هو بقى يختار بقى يشتغل في ايه وما يشتغلش في ايه، فالشغل كله بيطلع غلط. هو بيحصل بقى نقعد نبعت اي اف سي، ونبعت نشوف ايه الار اف اي بتاعتنا، ونبدأ نخش في دوامة من التعرضات واجتماعات والحاجات دي كلها. انما في الريفت او في الارشكاد او في الاول بلان او اي برنامج من البرامج اللي بتعمل ال 3 دي بتاع البيم، يعني البيم فيه 3 دي و 4 دي و 5 دي و 6 دي و 7 دي و ان دي، يعني مفتوح، لان انا معايا الاساس معمول صح. ان انا كل عنصر متعرف صح، الوول متعرف انها وول، الكولوم متعرف انها كولوم، الفلور متعرف انها فلور. فالبرنامج ده من البرامج المتميزه، وانا اعرف شركات كبيره معتمده عليها اعتماد تام في الشغل بتاعها. لو انا عايز اعمله داونلود، باجي على الموقع بتاعها واقول له داونلود اول بلان، تمام، وهتلاقي ان شاء الله في المدونه شرح ومعلومات كتيره عن البرنامج، المدونة اللي هي مهووس البيم. هتلاقي فيها برضو شرح نفس ووركس، شرح 3 دي ماكس، شرح السكتش اب، البلندر، الاوبن سورس، الاسبات، السيفر 3 دي، الفزاري، برامج كتيرة من البيم الحمد لله شرحت في المدونة. وهتلاقي على اليوتيوب القناة بتاعتنا، هي اسمها انجويب 13، انا اتفاعل برقم 13 غير العقاد، وهتلاقي هنا الشرح، وهتلاقي ان شاء الله سلسلة الاول بلان موجودة. ولو انت عايز تدخل في الريفت او الشيف اركتكت او في الارشكاد، هتلاقي ان شاء الله حاجات كتير. طيب نبدأ مع بعض الاول بلان، يعني نتعرف عليه. دي الواجهة بتاعة البرنامج، واجهة سهلة وبسيطة ومفيش حاجة خالص. انا هيبقى مكان الشغل بتاعي، من تولز ببدأ اختار انا هبدأ ارسم ازاي، تمام. بلاقي هنا الحاجات البيزك زي ان انا ارسم لاين، ارسم بول لاين، بوينت، ريكتانجل، عايز ارسم ريفيجن كلاود، الحاجات العادية. وبلاقي هنا الحاجات الخاصة بموديفاي زي ان انا اعمل فيلت او تشامفر او ان انا اعمل كات. بعد كده بدخل على الارتكت، حاجات الارتكشر، بلاقي هنا الحاجات الخاصة بالسقف بتاعي والأرضية والسكاشن. بلاقي هنا الحاجات الخاصة بالحوائط، خلينا نرسم حائط وول. ممكن اقول له عايز ارسم لاين وادوس شيفت عشان امشي مستقيم، او اشيل ده من شيفت وابقى حر في الحركه بتاعتي، تمام، ويكمل معايا لحد ما انا ادوس اسكيب الامر يتلغي. اقول له انا عايز ارسم ريكتانجل زي غرفه مره واحده اهي بالشكل دوت، تمام، اهو عايز ارسم غرفه كمان. وهنا بيديني الاعداد بتاعتي، ابدا اشوف اذا كنت انا عايز اكتب له هتحرك قد ايه، تمام. ممكن اقول له مثلا 8 في 8، تمام، فهو راح رسم لي الغرفة اللي انا هقعد فيها 8 متر في 8 متر، يعني تعمل اللي انت عايزه بقى في الغرفة ديت. تبدأ تشوف الاعداد بتاعتك وانت شغال. هنبدأ نرسم السيركل، دايرة، فانا بديله الدايرة بتاعتي. وبعد كده بيقول انت عايز ترسم من اللي فين، فمثلا ممكن اقول له دي اول نقطة، وبعد كده اقول له اخر نقطة عند هيت، فيرسم لي السيركل بتاعي بالشكل ده. طيب انا دلوقتي برسم 2D، لا انا برسم 3D، بس انا باصص كمسقط رأسي على البلان، تمام، كأن انا مثلا واقف في برج القاهرة، برج القاهرة ايه، برج القاهرة صغير، كأن انا واقف في برج خليفة مثلا، شايف المباني كلها كأنها 2D، تمام. فانا عايز دلوقتي اشوف ال 3D بتاعي، فهدوس F4 ابدا اشوف ال 3D بتاعي، وابدا الف حول المبنى زي ما انا عايز. وعندي هنا امكانيه ان انا اعمل زوم، ان انا اعمل اي زوم على اي حاجه انا عايزها، تمام، انلارج، اصغر، زوم اول. طيب انا دلوقتي شفت ال 3D، عايز اشوف ارجع تاني للي انا كنت فيه، ادوس كنترول تاب، الاقي نفسي رجعت للبلان اللي انا شغال عليه، تمام. هو البرنامج سهل وبسيط، ان شاء الله هتبقى فيه دروس بسيطة، الناس طلبت ان الدروس ما تبقاش طويلة، وفي الاخر خالص يبقى فيه مشروع
عملي للمبنى، فالله المستعان. ان شاء الله نبدأ بس في البرنامج واحدة واحدة، وهتلاقوه برنامج سهل ولذيذ، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله.